صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حياتنا. حلقه اليوم ان شاء الله حيكون فيها فقرات كالعاده اخبارنا المحليه والعالميه، وفي فقره مقابله حنستضيف السيده صفينه زلباز مسؤوله عن ملف المعنفات بفريق الدعم النفسي والاجتماعي ومقدمه خدمه اسعاف نفسي اولي، ونحكي اكثر على الوضع في طرابلس بالتحديد وشن مهمتهم بالتحديد في مع الاسر النازحه والعائلات المصابه جراء القذائف العشوائيه اللي شفناها في الفترات اللي فاتت، وان شاء الله الوضع الفتره الجايه يكون افضل من يعني الفتره اللي فاتت على الناس في طرابلس بالتحديد. هنحاول على قد ما نقدر برضو نتوسع معها في الموضوع عن الاسعاف النفسي الاولي، وكيف الواحد يقدر يساعد مثلا حد مصاب في مثلا منطقته أو من جيرانه أو من حتى يعني من أهله لا قدر الله جراء كيف ما قلنا القذائف العشوائية. حلقتنا اليوم كالعادة طبعا حنبدوها بأخبار الطقس في ليبيا. درجة الحرارة تغيرت شوية من 32 أمس و 38 في بعض مدن الجنوب. أمس كان في نقدر نقول التبروري اللي هو التلج الصغير هذا اللي نحن نقول عليه تبروري، لكن درجة الحرارة بادية من 22 لل 24، شروق الشمس الساعة 6:26 دقيقة، أما الغروب الساعة 7:44. احتمالية هطول الأمطار 20%، زايدة تقريبا عن أمس وأول أمس بشكل كبير. أول أمس ما كانش فيه احتمالية لهطول الأمطار، لكن اليومين هذين في تزايد. درجة الحرارة في طرابلس 24، مرزق 39، مصراتة 32، الكفرة 36. مدن الساحلية كلها تقريبا فيها انخفاض كبير في درجات الحرارة مع أمطار وغيرها، بعكس مدن الجنوب كيف مرزق كيف ما قلنا واصلة لعند 39-40 درجات الحرارة. في سخونة بشكل غريب أو حمو بشكل غريب في مدن الجنوب، إن شاء الله ربي يخفف على أهلنا في الجنوب. عكس مصراتة اللي مرتفعة فيها درجة الحرارة 32، فهنا في اختلاف شوية ما بين العاصمة وما بين مدينة مصراتة بالتحديد. من ليبيا نمشي لبعض العواصم العربية. للقاهرة فيها ارتفاع أيضا في درجة الحرارة 33، وبيروت 23، أما تونس 24، ومسقط 27. كيف ما حكينا أمس أن دول الخليج السنة هذه فيها انخفاض حتى هي في درجة الحرارة بشكل كبير، مش كيف يعني السنوات اللي فاتت كنا نشوف أن دائما الكويت والإمارات والسعودية وغيرها من دول الخليج فيها ارتفاع كبير جدا في درجة الحرارة توصل حتى 40 و45 في الأوقات هذه بالتحديد، لكن السنة هذه كان الموضوع نقدر نقوله مخالف شوية. هذين درجات الحرارة في ليبيا وبعض العواصم العربية. أما الآن وبعد الفاصل حنمشوا للأخبار المحلية والعالمية، خلوكم معنا. ورجعنا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام كالعادة أخبارنا المحلية والعالمية، لكن حنبدو فقرتنا بأخبارنا المحلية اللي قالت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الدكتورة ليلى اللافي إن النساء يشكلن 50% من إجمالي النازحين جراء حرب العاصمة، مؤكدة في الوقت نفسه تقديمها الدعم الصحي والإنساني لهن. والتقت اللافي مسؤولين بلجنة الأزمة في بلدية تجورة لبحث الصعوبات التي تواجه النساء النازحات، وأكدت الدكتورة بحسب بيان نشرته إدارة الإعلام التابعة لرئاسة مجلس الوزراء دعمها للجنة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لخدمة النازحين في جميع المناطق، خاصة ما يتعلق بالدعم الصحي والاجتماعي والإنساني للنساء التي يشكلن نسبة 50% كيف ما قلنا من النازحين. في الفترة الأخيرة شفنا أن كان في بعض الشكاوى من المواطنين أن الدولة ما كانتش تقدم في الدعم اللازم، لكن لما استضفنا رئيس أو يعني نقدر نقول مدير عام مستشفى شارع الزاوية وبعض المنظمات المجتمع المدني وأيضا الهلال الأحمر، قالوا أن في نقدر نقوله في لجان مختصة بالمناطق اللي موجود فيها الحرب بالتحديد، لجان ميدانية موجودة على كيف ما يقولوا في الشارع وتخدم كذا، لكن الفكرة كلها أن في المسميات الناس ما تعرفش هل اللجان هذه مثلا من جمعيات خيرية أو تابعة للدولة. فهنا كان نقدر نقوله اللغط اللي صاير ما بين المواطنين والمؤسسات هذه اللي تتبع للدولة. هذا كان خبر بالنسبة لأن نسبة 50% من إجمالي النازحين من النساء كانت كبيرة جدا وعدد مش شوية وأغلبهم حتى من الأطفال.
فأمس حتى لما استضفنا السيد مصطفى التابع لليونيسيف حتى هو أكد أن هم قاعدين يخدموا على كيف ما يقول على قدم وساق، ولكن عندهم نقص شوية في الموارد المالية اللي هي يقدروا يوفروا بها الاحتياجات اللازمة للأسر المحتاجة في الفترة هذه بالتحديد. في خبر آخر من إيطاليا، أكد وزير النقل والبنى التحتية في الحكومة الإيطالية دانييلو تونانيلي عدم تزايد معدلات تدفقات المهاجرين المنطلقين من ليبيا. وقال تونانيلي المسؤول عن خفر السواحل الإيطالي في حديث للصحفيين من مدينة أوغوستا جنوب البلاد: لا زيادة في عمليات الإبحار المنطلقة من ليبيا وفقا لما نقلته وكالة إيكي الإيطالية. وأضاف الوزير الإيطالي: حال حدوث ذلك فإننا لن نغير السياسات المتعلقة بالهجرة غير النظامية. طبعا فعلا المعدلات انخفضت بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت بحكم أن كان أغلبهم يطلع من يعني بحكم قرب المنطقة الغربية من الحدود الإيطالية وجزيرة سيشيليا وغيرها من الجزر ولامبيدوزا، فكان يطلع من مناطق معينة في المنطقة الغربية، لكن توا بما أن المنطقة فيها اشتباكات كبيرة جدا فأغلب المهاجرين دائما يكونوا متخوفين من أنهم يوصلوا للمدن هذين باش يقدروا يعبروا لأوروبا. في خبر آخر نقدر نقول عليه إيجابي بشكل ما، وقعت شركة السهم إحدى شركات الاستثمار الوطني عقدا لاستيراد حافلات حديثة للنقل العام من الصين مع شركة كينغ لونغ الصينية بتكلفة 25 مليون دينار في النصف الثاني من العام الجاري. وقال رئيس شركة السهم بشير عاشور أن الصفقة يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15% من أجل توفير وسائل النقل العام المتوقف عن العاصمة الليبية منذ سنوات. وأشار السيد عاشور إلى أن الشركة تعمل على توفير وسائل النقل العام بمختلف مناطق العاصمة ثم بعدها بنغازي ومختلف مناطق ليبيا. الخبر شفناه من فترة مش بالكبيرة، لكن كان النقاش دائما في وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية المحافظة على وسائل المواصلات العامة اللي تتبع للدولة، لأن دائما نشوف فيها أن هي تبدأ بشكل ممتاز جدا وجيد جدا، لكن يكون في إهمال نقدر نقوله بعد فترة، وما يكونش في صيانة للحافلات وما فيش محطات أيضا للحافلات وحتسبب زحمة على الفاضي. لكن طبعا شركة السهم كيف ما قلنا اللي هي قالت أن في 15% للشركات الخاصة حيكون في فرص عمل كبيرة جدا للشباب في الفترة الجاية، وحيكون في شغل على موضوع الصيانة أيضا بالتعاون مع الشركة الصينية اللي هي وردت الحافلات للشركة السهم الصينية شركة السهم الليبية مش الصينية. في خبر آخر، رفض البيت الأبيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة للرئيس دونالد ترامب عن العوام الستة الأخيرة إلى الكونغرس، مما يهدد بإثارة معركة قانونية ومن المتوقع أن تصل إلى المحاكم. وقالت وكالة فرانس بريس أن ترامب خالف عرفا قديما تبعه معظم الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي بعدم تقديم الإقرارات الضريبية على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك. عرفا معناه شيء كان متعرف عليه بس أن هم يقدموا في إقرارات ضريبية مش أكثر، لكن قانونيا ما فيش شيء يجبرك على أنك أنت تقدم الشيء هذا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي لقناة فوكس نيوز أن الرئيس واضح للغاية، بمجرد أن ينتهي التدقيق بها في دائرة الضرائب سيفكر في القيام بذلك، لكنه قال إن ترامب ليس مجبرا على القيام بذلك في هذا الوقت بالتحديد. دائما نحن نعرف أن رئيس ترامب عنده نقدر نقول مشاكل مع الصحفيين وبعض مع بعض مؤسسات الدولة في أمريكا، كيف ما يقولوا ماشي بمبدأ خالف تعرف يعني. في خبر آخر، قال المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أن تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني لن يبقى دون رد. وأكد خامنئي عبر تويتر على الولايات المتحدة أن تعلم بأن إجراءها العدواني لن يبقى دون رد، ولن تبقى الأمة الإيرانية مكتوفة اليدين في مواجهة الحقد دون أن يحدد طبيعة هذا الرد. يعني كيف ما قلنا برضو أمس أنا والزميلة بتول على قصة مشاكل أو العقوبات الأمريكية على إيران، إن الموضوع هذا يعني له فترة كبيرة جدا، ما نعرفوش يعني شنو حتكون ردة فعل إيران كيف ما قال هنا السيد علي خامنئي. في خبر آخر ومن الأخبار اللي نقدر نقول عليه اللي دارت ضجة اليومين اللي فاتت، توجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سيبيريا للمشاركة في أول قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت تسعى فيه بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع حليف تاريخي وسط مأزق دبلوماسي مع واشنطن بشأن برنامجها النووي. وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون غادر بيونغ يانغ على متن قطار خاص مصفح متوجه إلى روسيا،
وسيكون هذا أول لقاء للزعيم الكوري مع قائد أجنبي منذ قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتهت بفشل ذريع في فبراير الماضي وفي منطقة هانوي بالتحديد. شوية نقدر نقوله أن الرئيس الكوري بدأ منفتح أكثر على العالم، بدأ يدير في لقاءات مع رئيس كوريا الشمالية الجنوبية ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوا مع رئيس روسيا بدأ في مشاورات وفي نقدر نقوله محاورات ما بين الدول العظمى في الفترة هذه بالتحديد. هذه كانت أخبارنا المحلية والعالمية، تو نمشي الفاصل وبعدها هنكملوا باقي فقرات حلقتنا اليوم. أهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أخبارنا المحلية والعالمية، توجينا الأخبار الرياضة أنا وفرح. مرحبتين فرح، حبيت نونسك في الرياضة وخليتك في العالمية. أي خدمة. أول خبر معنا اليوم من أخبار الرياضة، وصلت بطولة الساحل للشطرنج التي تتواصل بمدينة سوسة التونسية إلى محطتها السابعة، وقبل جولتين من النهاية ولا تزال الصدارة للتونسي نزيه شمام برصيد 6.5 نقطة من 7 جولات، ولحقه 3 لاعبين من تونس، حامد غنيم 6 نقاط وحسام مفتاح 5.5 ومحمد بن عمار حتى هو 5.5. وعلى صعيد المشاركة الليبية في البطولة، وصل المشارك خالد جعفر إلى ترتيب 17 بعد ما كان 22 إلى 4.5 نقطة بعد فوزه اليوم على تونسي منصف جبل الله اللي هو تصنيف تقريبا مش عارف 19 أو حاجة كيفك بالتحديد. يعني كويس، كنا نتناقش أنا وبتول في الأيام اللي فاتن على أن كان التصنيف أو كان ترتيب المشارك الليبي خالد جعفر ال 22، اليوم ترتيب ال 17 كويس، بدي يتطور الوضع شوية يعني. فألف مبروك طبعا الكم حتى على فكرة المشاركة، أن كمان تشاركوا كلاعبين ليبيين في بطولة الشطرنج، هذه حاجة كويسة يعني، نتمنى توصلوا للعاشر والخامس يعني إن شاء الله في الفترة الجاية. على فكرة ديما الليبيين هلبة متقدمين في بطولات الشطرنج تحديدا، يعني الفئات العمرية الصغيرة أكثر من الكبار، يعني نحكي من زمان هم ديما حتى في المراتب الأولى في الشطرنج. صحيح. نمشي الخبر اللي بعده اللي يقول تأهل الصقور إلى دور 64 لكأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزه على المحلة بهدف دون رد. جاء الهدف في شوط المباراة الثاني بإمضاء اللاعب طه الشلوي ليتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة بدر والمختار، ويتجدد الموعد اليوم الأربعاء المقبل في يوم الأربعاء المقبل في مسابقة الكأس، حيث يواجه بدر فريق المختار، والفائز منهما سينضم إلى قائمة المتأهلين على مستوى منطقة طبرق. وتقام مسابقة الكأس بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة، والمرحلة المقبلة ستكون على مستوى المناطق المتقاربة طبرق والجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت. إيه كويس، لأن نحن الدوري موقف لفترة، فإن هم يعاودوا النشاط بكأس ليبيا هذه حاجة برضو كويسة تنشط الأندية، يعني حتى الأندية لما تلعبش لها فترة كبيرة، أندية الدرجة الثانية والثالثة كيف بدر والمختار وغيرها من الأندية هذه، كويس يبدأ في حركة شوية يعني. أكيد طبعاً. من ليبيا نمشوا لإنجلترا، اللي أشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر عدم تقديم أي زجاجة من زجاجات الشامبانيا للفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في خطوة منه لاحترام اعتقادات بعض اللاعبين الدينية، وبالتالي فإن العادة التي كان يقوم بها الاتحاد من خلال تقديم المشروب الفوار إلى الفائز باللقب سوف تتوقف، خاصة وأن بعض الأديان تعتبر أن هذا الأمر محرم وممنوع بالنسبة لمن يتبعها. وفي وقت يستعد واتفورد لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 18 الشهر الجاي على أرض ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن. كويس، لأن كانوا فعلا كانوا دائما يجيبوا في أغلب اللاعبين عندهم مشكلة من القصة هذه، لما كانوا يحتفلوا بالشمبانيا والحاجات هذين اللي هي زجاجة الفوارة، فكانوا في لاعبين يهربوا منها، مثلا لاعبين زجاجة فوارة يقول له زجاجة فوار دائما يخضوا فيها وبعدين تضرب وكذا ويكبوا فيها على رؤوس بعضهم، ففي كانوا لاعبين يتهربوا من الموضوع هذا بالاحتفال بالتحديد يعني، كان منهم فرانك ريبيري ويايا توري في مانشستر سيتي وبعض اللاعبين المسلمين يعني اللي كانوا دائما يتهربوا من الشيء. هم مفروض من الاول بصراحه يراعوا الشيء هذا يعني، هو لا انت مش مجبر انك انت تكون موجود في المكان اللي فيه الاحتفال يعني، كانوا يقولوا لكن بحكم ان هم فريق كامل يحتفلوا مع بعض المفروض يراعوا، وكانوا طبعا في بعض اللاعبين يحبوا يبصروا مع اصحابهم وكذا، فكانوا ما كانواش يعرفوا ان الشيء هذا ممكن يعني حرام، فكانوا الابصار وكذا، فواحد منهم يجري، فان هم طلعوا قرار كفاض احتراما لجميع الاديان برضه هذه كانت خطوه طبعا بادرة جدا كويسة. صحيح.
هادو كانوا اخبار الرياضه اليوم. شنو عندنا محمد؟ في عندنا كليب لحمزه نمره، نمشي نشوفه مع بعض وبعدين نرجع نكملوا باقي الحلقه.
مشاهدينا رجعنا لكم من جديد. توا انا ومحمد زميلي طبعا اليوم توا عندنا مقابله مع السيده صفيناز الباز مسؤوله عن ملف المعنفات بفريق الدعم النفسي الاجتماعي ومقدمه خدمه اسعاف نفسي اولي. خلونا قبل كل شيء نرحبوا بالسيده صفيناز. مرحبتين سيده صفيناز، تسمعي فينا؟ مرحبا بك، اهلا وسهلا. كيف الحال اليوم؟ الحمد لله، الله يسلمك. تمام. بداية سيدة صفيناز نرحب بك كيف ما قالت فرح. خلينا نعرف المشاهد شنو هو الإسعاف النفسي الأولي قبل كل شيء. أولا صباح الخير، مرحبا بكم، شكرا لاهتمامكم بنا وبعملنا. الإسعاف النفسي الأولي هو هي خدمة تقدم ما بعد الصدمات، خلينا نقول، أو الاضطرابات اللي هي تحدث في الأزمات، أو يعني مرات حتى في حالات السلم يمر الشخص بازمه، فيكون في حاجه اسمها اسعاف نفسي اولي، زي ما في الطب في الاسعافات الاوليه اللي هي لتضميد الجروح، كذلك هذه اسعافات نفسيه لتضميد خلينا نقول الجروح النفسيه او لتخفيف المعاناه، هذه تقدم مباشره ما بعد الاضطراب اللي يصير او ما بعد الازمه اللي تحدث. أكيد طبعا سيدة صفيناز، في هلبة من الناس يجهلوا شنو هو الدعم النفسي الأولي أو الإسعاف النفسي الأولي، ممكن غريب علينا شوية أو أول مرة نسمعوا به، لكن خليني نسألك، يعني إحنا مثلا الإسعافات اللي نعرفوها الأولية الطبيعية معروفة، لكن شنو هو، ما الذي يقدم في الإسعافات النفسية الأولية؟ أوكي، الإسعاف النفسي الأولي هو عادة يقدم للناس اللي هي تمر بأزمات ما بعد الأزمة مباشرة، يقدم الفترة اللي هي تقدم فيه تقريبا مثلا ممكن يكون مباشرة بعد حدوث الأزمة، يعني ممكن بعد خروجها من هذه المكان اللي هو وقعت فيه الأزمة، خلينا نقول مثلا يكون في مثلا زلزال أو حروب أو أي حاجة من هذا القبيل، فعادة الناس تمر بأزمات أو باضطرابات وقتية، احنا على طول فريق الدعم أو الإسعاف النفسي الأول يقدم على طول مباشرة بعد حدوث هذا الشيء، ممكن يقدم في يوم، ممكن في بعد يومين، ممكن بعد أسبوع، ولكن فترة تقديمها يعني ممكن توصل عند أسبوعين أو ثلاث أسابيع من بعد حدوث الأزمة. الإسعاف النفسي الأولي هو شبيه بالإسعافات الأولية اللي هي مثلا في الجروح أو في الخدوش اللي هي تحدث للإنسان، عادة ديما الطب على طول أول حاجة بتديريها للمجروح أنك أنت تحاولي تضمدي للجرح بتاعه قبل ما انك تتحولي مثلا لطبيب مختص او حاجه زي هيك، فهذا نفس الشيء تقديم الاسعاف النفسي الاولي، احنا نقدم هذه الاسعافات بحيث ان احنا نحاولوا ان احنا تكون مثلا خدمتنا بحيث ان الشخص نهده من روعه، نحاولوا ان احنا نقدموا له الخدمه الصحيحه، نحاولوا ان نحسوا انه هو موجود حاليا بامان، وبعد هيك يتم تقديم الدعم النفسي الاولي له. صحيح، انت حكيتي حضرتك على الحروب وعلى تاثيرها على نقدر نقوله على الناس بشكل عام، لكن برضو نحن كنا نعانوا من قصه وكنا نحكوا فيها دائما هنا في البرنامج ان الاثار النفسيه على الاطفال وعلى الامهات وعلى الشباب فتره الحروب كانت كبيره جدا يعني، لكن للاسف ما لقوش الدعم النفسي اللي نحن نحكوا عليه توا، فهل انتم خدمتم على الموضوع هذا والوضع في طرابلس توا نحن نقدر نقوله يعني شبه مأثر بشكل كبير جدا على الأطفال وعلى النساء وعلى حتى الشباب يعني، فهل عندكم خطط مستقبلية أنكم أنتم مثلا تستقبلوا حالات مثلا موجودة حاليا في طرابلس؟ طبعا سيدي فاضل، انت عرجت على كلمه مهمه جدا. اولا احنا بالنسبه لنا كفريق دعم نفسي احنا مشكلين هذا الفريق من سنه 2013، نشتغل في الميدان لحد هذه الساعه، انا حاليا اصلا اتكلم معك من مقر لجنه الازمه. الخدمات اللي احنا نقدم فيها، احنا عندنا مكتب بمدينه طرابلس في منطقه حي دمشق، نستقبل فيها في هذه الحالات. انت تعرف انه هو هذا العلم مستحدث جديد، من الصعب جدا ان الناس كانت تتقبل انك انت تقولها حنقدم لك خدمه دعم نفسي او حنقدم لك حاجه، بين قوسين كلمه نفسي هذه شويه فيها تحفظ للناس، ترى انك لما تبي تقولها الناس وكانها بتقول لك انا مانيش مريض نفسي، ولكن كذلك احنا مقدمين هذه الخدمه، احنا ما نحتاجها، يعني الدعم النفسي نحتاجها ليش؟ لان عاده احنا بشر نمر بازمات، ف
فمن المفترض ان الشخص اللي يمر بازمه مره واثنين يجب انه هو يعرض نفسه على مختص في تقديم هذه الخدمه. نتمنى ان اي شخص ان كان من النساء او مش عيب انك انت تطلب اني انا محتاج لحد يقدم لي دعم نفسي. هذا ماهوش مرض صحيح. بل اضطرابات نفسيه تحدث من بعد الضغوطات، من بعد الحروب، من بعد الازمات. حاليا احنا في طرابلس موجودين في اكثر من مقر لجنه للنازحين، نقدم في خدماتنا اللي هي اولا خدمات الاسعافات النفسيه الاوليه اللي هي يعني مجرد حضورهم على طول للجان الازمه، نحاول ان احنا نهدوا من روحهم، انت تعرف ان الناس طلعت في هلع وخلع. وبعدين نحاول ان احنا نديروا تشبيك بيننا وبين المنظمات اللي هي تقدم في خدمات الاغاثه، بحيث ان احنا نحسس الناس هذين ان في حد مهتم بيهم. هذا نوع من تقديم الخدمات النفسيه لهم، وبعد هذا ان يتم مباشره اللي هو التواصل معهم وتقديم خدمات الدعم النفسي لهم. طبعا تستمر هذه تقديم الخدمات لحين المستفيد من هذه الخدمه ممكن هو يتوقف على انه هو يستقبل خدماتك لاسباب، ممكن انه هو خلاص يشعر انه هو شعر بامان واستكفى، ممكن انه هو يحس انه هو متازم اكثر من هيك وما عادش حاب يستقبل منك شيء. نحترم خصوصيات المستفيدين، ولكن بالنسبه لنا احنا عندنا فريق اسمه فريق طواري يشتغل عاده في الازمات، فتلقانا موجودين في كل الاماكن اللي هي فيها الازمات وفي كل المكاتب اللي هي انشئت فيها لجان ازمه. أكيد شكرا جدا على مجهوداتك سيدة صفيناز، يعني مجهودات عظيمة قاعدة تبذل وفوجئت أن هم موجودين حاليا حتى في طرابلس مع العائلات النازحين وغيرها. سؤالي لك سيدة صفيناز، أكيد طبعا يعني بحكم الضحايا يعني ما بين أطفال ونساء وشباب، شو الأعراض المشتركة النفسية اللي بيناتهم واجهتها؟ خلينا نحكي مثلا على جزئيه الاطفال. مثلا الاطفال اللي احنا تقابلنا معاهم وشفناهم كانوا جدا يعني خلينا نحكوا بالعام ان هم مثلا خايفين، يعني طفل في 7 سنوات 8 سنوات لما يسمع اصوات رصاص بصوت عالي او قذائف او حاجه زي هيك فتشعر انه هو خلاص اصبح ماهوش امن خايف. واجهتنا اكثر من حاله انهم مثلا الاطفال اصبح لديهم تبول لا ارادي نتيجه لهذه الاضطرابات اللي صارت لهم، كذلك البكاء المستمر والعياط، عدم النوم باريحيه، يكون فترات نومهم متقاطعه جدا لانهم هم يشعروا انهم مش امنين. حاولنا ان احنا نقدم هذه خدماتنا لهم. الان الحمد لله يعني احنا اليوم يعني للاسف هذا الاسبوع الثالث يعني احنا في هذه الازمه موجودين فيها، ولكن خلينا نقول انه هو في تحسن في الحالات اللي احنا اشتغلنا عليها من بدايه الازمه لعند يوم امس. يعني الحمد لله نشعر ان طبعا احنا عندنا ذاتها نشتغل عليها لتجميع المعلومات على الاضطرابات اللي سايره وشن هي الحالات، هل في حالات تستحق ان احنا ندير لها احاله اللي هم الاهل التخصص اللي هو الكلينيكي او الطب النفسي، او في حالات ان احنا نقدر نشتغل عليها ونقدم لها الاسعافات النفسيه الاوليه. وجدنا ان في اضطرابات تحدث للامهات بشكل كبير، انت تعرف ان هي المراه الليبيه يقع عليها عبء غير اي سيده في العالم الثاني، لانها هي تدعم طفلها بحيث ان هي تحس ان هي موجوده في امان وان هو امن، كذلك تدعم زوجها. انت تعرف ان الرجال لا يشتكوا من الازمات او الاضطرابات اللي هي تكون واقعه عليهم، فتلقى المراه ان هي تحاول ان هي تبان قويه امامهم بحيث ان هي عمود البيت صحيح وعمود المجتمع، فان هي تحاول ان هي تعطي بحيث ان تشعر من حواليها ان هو الوضع امن، الوضع مستدب، امورنا طيبه الحمد لله. فهذا نوع من العنف على السيده وتحمل فيه على عاتقها السيده الليبيه بشكل كبير جدا يعني. السيده صفيناز، نبي نسالك على موضوع مهم جدا، اغرب الحالات اللي انتم واجهتوها كانت نفسيه نقدر نقوله شويه مجهده، وكيف كان التعامل معها؟ انت قلتي لي انكم انتم من 2013 تم تاسيس المكتب بالتحديد، شنو اغرب الحالات اللي واجهتكم يعني وكيف تعاملتوا معها؟ عندنا مثلا في حالات كانت في بداياتها كانت عندها اضطرابات نفسيه، ومن بعد هيك تطورت يعني حالاتها اصبحت عندها اكتئاب. احنا بالنسبه كفريق دعم احنا
متخصصين في هذا المجال، أغلب أعضاء هذا الفريق هم متحصلين على شهادات في تقديم الدعم النفسي الاجتماعي. أنتم تعرفوا أنه العلم هذا هو أصلاً علم مستحدث جديد حتى على مستوى العالم يعني. وبالنسبة هو خش متأخر، الحمد لله احنا كنا من المتقدمين في هذا العلم وتحصلنا على شهادات معتمدة فيه، ومن ثم كوننا هذا الفريق اللي هو فريق الدعم واشتغلنا عليه. الحالات اللي احنا تواجهنا مثلا زي ما قلت لحضرتك اللي هي بداية تكون اضطرابات نفسية، ولكن ممكن بعد تكرار الأزمات عليهم يحدث اكتئاب. عادة احنا عندنا متخصصين في هذا الشيء يكون لديهم جلسات فردية مع هذه الحالات. في حاجه اسمها احنا نقولولها اللي هي الموافقه المستنيره، او سؤال الشخص المستفيد من خدماتنا، هل ما عندكش مانع اني انا مثلا لو لقيت ان وضعك متازم اكثر من 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 هيك، هل ممكن اني انا ندير لك احاله، هل ممكن اني انا نفيدك اني انا نحولك لجهات اكثر اختصاص. طبعا الحاجات هذين عاده فيهن خصوصيه، فمن الصعب انك انت تقدمهن او تديرهن بدون ما تستشير الشخص المستفيد منهن. لو الشخص المستفيد ما عندهش مانع، اذا احنا نشوف اجراءاتنا الطبيعيه، نحاول نقدموا له احنا خدماتنا، لدينا مشوره نحاول ان احنا نعطوها، نشوفوا شنو هو الجوانب انه هو اصلا انه هو محتاج ان حد يوقف معاه فيها. تعرف ان هذه الامور جدا حساسه، نشتغل بسريه تامه. في من الناس مثلا النساء المعنفات مثلا زي ما حضرتك عرفت بي اني انا مسؤوله على هذا الملف. صحيح. في من النساء تحاول ان هي تحكي لك قصتها بالكامل، ولكن تقول لك يعني انا اتمنى ان هذا الموضوع مش للنشر، يكون مثلا تعطيني انت شنو الحاجه اللي انا نقدر نديرها، شنو الخطوات اللي انا نقدر نديرها. نحترم هذه الخصوصيه ونقدم لها انا يد العون في الخطوات اللي هي تقدر تديرها، لكن بدون اي احاله، بدون اي مثلا توصيله مثلا للمشرف المباشر معنا في فريقنا. يحاول يكون الموضوع بيني وبينها لحين ان هي تحس نفسها ان هي ناجيه من هذا الاضطراب او من هذا العنف وتشعر ان هي بامان. فبالنسبه لنا احنا هنا توقف عندنا الخدمه يعني. طيب هو سؤال فضول مني انا شويه، يعني مثلا احنا زي ما قلت مبكري ان الاسعافات الطبيعيه يعني نعرفوها، لكن كاسعاف نفسي كيف تواجهي في الحاله او في الضحيه؟ هل يعني تقومي بتهدئتها او تحكي معاها، او اللي طبعا تكون متعاونه معك يعني بعدين الموضوع يتطور يولي جلسات مثلا، لكن في بدايه الامر كيف يكون يعني في البدايه بكل؟ اوكي، انا خليني اعطيك على اقرب ازمه سايره اللي هي مثلا وضعنا اللي احنا موجودين فيه حاليا في طرابلس. انا موجوده في مكتب ازمه، ومن ثم نمشي لمراكز اللي هو المستقبلين فيها الضيوف النازحين. مكتب الازمه عاده يجوك ناس مثلا نساء مفجوعات من الوضع، نساء تبكي، نساء تعيط. فانا مثلا كان اقرب شيء اول امس كانت في سيده جايه هي طفلين معاها، كانت جايه حكي انا مثلا جايه من قوه الضرب، وجابها شاب لما طلعوهم فقالها هذه اللجنه تقدم في خدمات، ممكن تلقي ماوى وممكن اللي هي الخدمات الاغاثيه. فانا طبعا بدوري كمقدمة خدمة إسعاف نفسي أولي جيت للسيدة، حاولت أني نهدي من روحها، أعطيتها مية قلت لها بيت فضلي اجتي على الكرسي بس ارتاحي، بعدين حاضر كل اللي أنت يعني جاية لأجله أو اللي أنت خايفة منه بعون الله هي أزمة حتمر، بس يلا خلي إحنا بس نرتاح ونقعمزوا، أنت عندك أطفال يجب أنك أنت تكوني شوية هادية بحيث أنك أنت ما تأثريش على العيال. فالحمد لله هي جلست، لا بأس انك انت طبطبتي عليها وقلتي لها كلمه طيبه وقلتي لها الحمد لله انت موجوده حاليا في امان، اهو انا جنبك قاعده، اهو الناس كلها موجوده، المكان اللي انت قاعده فيه هو امن. تحاولي انك مثلا هي مرات يعني كنيلكس تمديه او كوبايه ميه تعطيها لها الشخص هذا هو انت كفيل انه يهديها طبعا. الطبطبة هي نوع من الإسعاف النفسي الأولي، تحسي الشخص المستفيد من خدمتك أنك أنت قريبة منه. أنا حابة بس أن نعرج على حاجة طب. هذه الحاجات اللي هي الناس ممكن ترى فيها أنها هي حاجات عابرة ما هيش مؤثرة، لا هي مؤثرة جدا، لأن بعدها أنا لقيت أن الناس هذه ما تطلب أرقام تليفونك وتقول لك أنا ممكن نتواصل معك. صحيح. لقيت بعدين أريحية، لقيت أنهم هم يعني حكوا حتى قصص خاصة بهم، يكون في ثقة بينك وبينهم يعني أكثر. بالضبط الحمد لله. يعني
أصبحت حتى في مثلا علاقات طيبة بيننا وبين الناس اللي هي مستفيدة من خدماتنا، أصبحوا يثقوا فينا أكثر، أصبحوا يحسوا أن في ناس فعلا شاعرة بهم. أنا نحب نوجه لكل النساء اللي هي يقع عليها العنف، تحس أن هي مجهدة من هذا العنف، لا بأس أن هي نطلب الخدمة، مش عيب. أنا نقول لك إحنا مقدمين الخدمة عادة نطلب في الخدمة هذه من بعضنا، يعني إحنا كفريق دعم من بعد مثلا تقديم الخدمة لأربعة خمس مستفيدين منا، نحاول إن إحنا نجلس مع بعضنا، نديروا جلسة ود، نحكوا لبعضنا، نحاول إن إحنا نطلع كل الطاقات السلبية الموجودين فيها حتى نقدروا نستقبلوا يعني ناس ثانية وحالات ثانية نقدر إن إحنا نفيدوها ونعطوها خدمة بصورة جيدة. صحيح. سيدة صفيناز، حاب نسألك على شق آخر وهو من مجال عمل حضرتك، اللي هو العنف اللي حضرتك تطرقتي له في كم إجابة. هل العدد عندنا في ليبيا كبير جدا ضد النساء، العنف ضد النساء أو الأطفال بشكل عام؟ في عدد يعني نقدر نخافه منه مثلا مستقبلا؟ وهل في حال تم اكتشاف الشيء هذا، هل في نقدر نقول الدولة ترد في حقوق النساء المعنفات أو الأطفال؟ خليني نجاوبك على الشق الأول من السؤال قبل. بالنسبة للأعداد، هناك أعداد للأسف، يعني أنت تعرف أن هي الداتا، لأن مش الدولة هي اللي تقوم بها، عادة مؤسسات المجتمع المدني هي من تشتغل على هذا المجال، وإن كانت مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية حاولت أكثر من مرة ولكن للأسف لم تكن في داتا واضحة لهذا الموضوع. بالنسبة لنا احنا كفريق دعم نفسي هي موجودة أعداد، كذلك على مستوى ليبيا بالكامل هو موجود أعداد. التخوف من شنو يا سيدي الفاضل؟ التخوف أن الأزمات اللي تمر بها باستمرار الدولة هذه ممكن تفاقم في العداد بشكل كبير، ممكن نتائجها مش حيكون جيدة، ممكن حينشأوا الأطفال، اللي مثلا الطفل اللي هو حضر أحداث 2011 كان عمره 5 سنوات، اليوم عمره 13 سنة، لما ينشأ في بيئة فيها الإجرام بالشكل هذا، فيها الحروب بالشكل هذا، إذا إحنا نشأ عندنا طفل غير سوي. صحيح. هنا خافوا من النتائج وتراكماتها ما بعد. ممكن أنه حيطلع لك شاب عدواني، ممكن سلوك عدواني، ممكن يعني مثلا توا الأسبوع اللي فات كانت عندنا جلسة مع الأطفال في مراكز الإيواء، فكان نوع من طبعا تقديم الخدمة هو يسموه فيه الرسم الحر، فكنا احنا نعطي في اوراق للاطفال ان هم يرسموا عليها، فاجأنا ان هم الاطفال اللي هم من سن 10 او عفوا من سن 5 ل 11 سنه او ل 10 سنوات رسموا لي مثلا دبابات، رسموا لي اسلحه، رسموا لي كلاشنكوف، رسموا لي هذه طبعا هذا اعطاك صفاره انذار. صحيح طبعا، لان هذا اللي وعوا عليه هم، يعني اللي وعوا على الدنيا هذا اللي يشوفوا فيه وهذا اللي موجود. طبعاً. مقدمين خدمة يجب علينا أن احنا نحذر من هذا. صحيح. يجب علينا أن احنا نسوي هذه الفئة نشتغل عليها. أكيد. نعطي خدماتنا بصورة جيدة، الجلسات الدعم النفسي اللي هي الجماعية هي مهمة جدا، كذلك المحاضرات التوعوية والتثقيفية هي جدا مهمة في المراحل هذين، فبالنسبة لنا نحاول أن احنا نقدم هذه. أكيد طبعا. السيدة صفيناز، معلش لضيق الوقت، أنا شاكرك جدا أنك أنت كنت معنا اليوم في البرنامج، وعلى المعلومات القيمة اللي أنت عطتيها لنا في حلقة اليوم، استفدنا منك واجد، وإن شاء الله يكون المشاهدين حتى ما فرح استفادوا من السيدة صفيناز، لأن عطتنا كمية معلومات كبيرة جدا عن نقدر نقوله الدعم أو الإسعاف النفسي الأول يعني في الحروب والأمور هذينك اللي يعني. صح مظبوط، ونعتبره آخر شيء هو عبارة عن أهداف يعني حابين يوصلوا لها. صحيح. أكيد طبعا، وخاصة زي ما ذكرت أن مجرد كلمة، المفروض هذا الكل ينقال، مش شرط حتى حد. صحيح. متخصص، أن مجرد كلمة طيبة ممكن تهون على الشخص اللي جايك بالحالة هذه أو بالوضع اللي هو فيه. مزبوط. مش مجرد حتى تمد لك كلينكس، لا، حتى أنك تهديه أو تقول له كلمة كويسة هو في أمس الحاجة. صحيح. في الوقت هذاك اللي كلمة زي هذه. أكيد طبعا حابة نشكرها آخر شيء ونشكر مجهوداتها، وإن شاء الله يعني الموضوع يكون يتطور أكثر من هيك، وإن شاء الله الناس تتقبل الفكرة، لأن زي ما قالت أيضا محمد أن هالبنات عندهم تحفظ على الموضوع أو ما يحبوش يحكوا في الأمور، يحكوا في الموضوع. صحيح. بينما أنه هو لو حد شارك ممكن يكون كفيل أنه هو يخفف العبء عليه. هذه كانت نهاية مقابلتنا وهذه كانت نهاية فقرتنا. محمد شريك، نمشوا لفاصل ونرجع. نرجع لصورة اليوم.
ورجعنا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وآخر فقرتنا لليوم صورة اليوم كالعادة. فرح صورة اليوم اللي حنشوفوها توا على الشاشة معبرة بشكل كبير جدا لمجموعة من الأطفال ياخذوا في سيلفي بشبشب بشبشب أو صباط على حسب اختلاف اللهجات يعني. وكمية الضحك اللي في الصورة تبين ان هم فرحانين او في حد يصور فيهم قال لهم ديروا هيك كانك عم تاخذوا في سيلفي يعني. فشوفي كميه البراءه، هي صوره فكاهيه لكن طبعا اكيد تحمل وراها الف معنى. طبعا اكيد، وهم تقريبا الشبشب هذا شبشب واحد من الاطفال اللي مصابين لابس فرده واحده بس ورافع رجليه الثانيه تقريبا لو ركزتي. وانا عجبني تركيزه هو انه هو رافع رجله الثانيه باش ما يبانش، مش مبينها هاي، انا تو ركزت فيها يعني. فشوفي كمية البساطة اللي في الصورة يعني. وهذه فردة يمين مظبوط، أنا كلامي صح. هو رافع رجل اليمين واللي في يد اللي يصور هذه فردة اليمين. طبعا هو واضح أن الصورة أو الأطفال اللي في الصورة يعني إمكانياتهم شوية ضعيفة أو حالتهم بسيطة يعني، أعتقد الصورة واضحة، هذا اللي مبين لي يعني من طريقة ملابسهم من طريقة من هيئتهم يعني حتى من المكان اللي موجودين حتى من الحي يعني. مظبوط اللي موجودين فيه يعني. ممكن نقول لك حاجة واحدة، تعليق حاجة بسيط، قناعة كنز لا يفنى. صحيح، انا اشوف برغم ان امكانياتهم محدوده لكن فرحانين مبسوطين. صحيح، الضحكه يعني مش مفارقتهم الابتسامه، هم اصلا انا شفت صورتهم ضحكوني. اي هم كيف يضحكوا في الصوره هذه، حتى من فتره مش كبيره كانوا برضو منزلين صوره، مش عارف نحن جبناها في صوره اليوم ولا لا، حكينا عليها، الاطفال اللي ماسكين ايباد حتى هم ويضحكوا مستغربين يعني، كان اثنين منهم ماسكين ايباد ومش عارفين شنو هو هذا وكذا ومستغربين منه ويضحكوا يلعبوا به يعني. حتى هم نفس الشيء كانت حالتهم نقدر نقول بسيطه يعني وكذا، لكن كان كميه الفرح اللي في وجوههم موجوده في الصوره حتى هي كانت لا توصف يعني. فكره ان الطفل هذا يشوف الحاجات هذين السيلفي والتكنولوجيا والحاجات الالكترونات وكذا، واول ما يوصل عنده او يمسك نشوف كميه الفرح اللي حتكون داخله وكيف يعبر عن الشيء هذا. اكيد طبعا. محمد، ممكن احنا نطرق الموضوع هذا لحاجه ثانيه، مثلا انه شوف انت زي ما قلت طبعا هو برغم ان امكانياتهم محدوده او ما يشوفوا فيه من بعيد بس ما يتعاملوش معاه، حتى لدرجه انهم لما يوصل فيهم يبدو مستغربين ومش فاهمين شن هو، ومع ذلك تلقاهم يعني شوف مبسوطين. صحيح مظبوط، يعني الموضوع مش مأثر فيهم في نفسيتهم يعني. الطفل عاده اي شيء فرحه، مش شرط انه يكون عنده كماليات كلها، مش شرط انه يكون كل شيء متوفر عنده، ممكن حاجات بسيطه فعلا تفرحه يعني. هو انا ما فيش اي حاجه في الصوره تفرح يعني، انتوا لو شفتوا الصوره ما فيش اي شيء يخليهم ان هم يكونوا مبسوطين. لا بس فكره موقف كوميدي، وانه واحد هو قال لحد قال له شد شبشب كانك تصور والثاني يصور فيه، موقف في حد ذاته يضحك يعني. طبعا مش عارف على حسب كل واحد يعني كيف طلع. انا واحد من الناس تقريبا اللي كملت حياتي كلها في الشارع وانا نلعب يعني، ومرات نلعب مثلا من غير شبشب، مرات نلعب شبشب كوره مش عارف شنو كذا، ضيعت تقريبا نص عمري وانا نلعب في الشارع. فالصوره انا عجبتني بشكل غريب جدا ان هم كيف هيك مبسوطين يعني وقاعدين في الشارع. الحاجه هذه نفتقدوها تو الفتره هذه في ليبيا بشكل كبير جدا، البراءه هذه اللي موجوده في عيون الاطفال السن الصغير هذا اللي نشا ما بعد 2011، كيف ما قالت حتى السيده صافي ناس قبل الفاصل ان هم حتى العابهم ورسوماتهم ودنيتهم كلها قعدت حروب ودبابات واسلحه والامور هذه كلها يعني. وانت زمان كنت شن تلعب في الشارع؟ كوره صح؟ كل شيء تو عندك علم الاطفال شنو يلعب، وتو يلقطوا في رصاص. اي تو يلقطوا زمان يلقطوا في البطش، تو يلقطوا اي تو زمان بطش تو يلقطوا في رصاص. جديات مظبوط كلامك صح. ف يعني الواحد كان يتمنى مستقبل افضل للاطفال في عندنا في ليبيا، لكن الوضع نحن مفروض علينا فرض طبعا. حاجه مش بيدنا، لكن ان شاء الله في المستقبل الوضع يكون افضل ويطلع جيل احسن، من مش احسن من الجيل اللي تو، ان شاء الله الجيل اللي تو يطلع احسن يعني في المستقبل. اكيد طبعا نتمنى الوضع يتحسن، احنا قاعدين فيها علاج، كنا نتمنى خلاص يعني فات الاوان، كنا نتمنى حتى حياتنا نحن تجد افضل، لكن اهو جينا في وقت كله حروب. الحمد لله ما زال افضل من غيرنا، واكيد افضل من هالدول قاعده تعاني تو. صحيح، ان شاء الله نتمنى اكيد مستقبل افضل. محمد، هذه كانت نهايه حلقتنا لليوم، كل اللي نقدر نقوله لكم، الصورة بصراحة غيرت لي جوي، كنت متضايقة شوية. كل اللي نقدر نقوله لكم، إن شاء الله يومكم يكون طيب وفي أمان الله.